تتابعون في نشرتنا بعد الفاصل. أوميد خوشناو يعلن زيادة حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات والسيول، وأقليم كردستان يعلن أن حجم استثماراته بلغ 8 مليارات دولار خلال العام الحالي. والرئيس اللبناني يحدد 15 من آيار موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، وستة أعلاميين قيد الاعتقال في هونغ كونغ بتهمة نشر مواد تحريضية. ومع نهاية العام، الرياضة العراقية تخسر اللاعب السابق والمدرب أحمد دحام إثر نوبة قلبية.